نفسي ربنا يكرمنا ابراهيم واعمل شيري فيه 8 اغاني ولا 10 اغاني والفلوس تجري في ايديا كده وابقى مطرب مشهور. واول حاجه اعملها هشتري الخرابه اللي في اول الناصيه وابنيها دورين، دور لامي ودور ليا. انت عارف ابراهيم امي عندها 60 سنه ما شافتش يوم حلو في حياتها، نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انتوا شفتوها. انت اصلك كده ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هم يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي، بعد اذنك بقى اخش اريح شويه. ايه ده في ايه؟ انا هندي مع صوت ابراهيم، شيطان خط السيده جيزه. ولاد الحلال قالوا لي انك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره، بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر، وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون، روح ياد يا سوكا اندهلي. فرقة انا خد يا سوكا يا العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح ياد يا سوكا اندهلي. يا دكتور ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي. احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه. وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له. يا رب. حرام عليك يا ابراهيم. ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما ياما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء. ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايه اما تروح مني في شربه ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم بس. ربنا يأمري بالسلامه يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاه الجمعه ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي. ربنا عمره ما يجعل غلاب ابدا. يا رب. يا رب انا ماليش غيرك ما انت عارف. الطف يا رب. الطف يا رب. معلش يا حبيبتي. قومي يا كوريا، قومي رواحي، انت قاعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه. وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح، وحابه اطمنك بالتليفون. قوم روح فين يا خال؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوظها الفقر ده وسبب كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا عليه. من ساعه ما رجليها نحس خطت البيت واحنا المصايب نازله ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما بقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حبيب قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه، وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. ياللي بطن البقرة كلها عايشة بحسك يا إبراهيم، ياللي ما تطلعش منك العيبة أبدا يا إبراهيم. أنتي بتنوحي على إيه وش البومة أنتي؟ ثم أنتي اللي جايبك هنا أساس؟ ليكي فيها إيه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو أنتي لو ريكي راجل مش متجوزة قفص، ما كانش واحد سمع لك حس؟ اهدي حس؟ اهدي، الناس عيانة، الناس تعبانة، اهدي. هو يا خال خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. هو زي حاجة ونبي، بصها كده حاجة. كوريا يا كوريا. في سوق حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروحي انت يا اختي غيري هدومك، وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. طب هي قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئه الرحمن هيفوق. ماشي. طب خدنا بص عليه قبل ما لا لا لا، اتكلي انت على روح، انا هبقى اكلمك بالتليفون. لا لازم ابص عليه. لا يا كوري، اقوم لك حاجه من هنا. لا يا ابني خليك مطرح. يا ابله يا ابله، ازيك يا ابله؟ هو حضرتك مين؟ انا اللي سالت على ابراهيم الصبح يا ابله. اه
ابراهيم بقى كويس الحمد لله، هو فاق بس محدش يقدر يشوفه دلوقتي، لازم الدكتور يشوفه الاول. والنبي يا ربنا يخليك، مش ممكن بس اخش ابص عليه بصه؟ ما انا بقول لحضرتك هو فاق وبقى كويس الحمد لله. انت شكلك كده يعني هو فاق يا ابله؟ والله العظيم فاق. يعني بيكلمك زي ما بكلمك كده؟ لا قوه الا بالله، والله العظيم زي الفل ما فيهوش اي حاجه. ربنا ربي يخليك يا ابله، شكلك كده اللهم صل على النبي وشك حلو. بعد اذنك اكلم كوريا عشان اطمنها على ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من ساعة ما فات ما روحش سيرة إلا كوريا كوريا كوريا. ألف سلامة عليك يا إيه. ألف سلامة عليك يا إبراهيم ولدي، الحمد لله المرة دي جت سليمة. بركة في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هين، وأنا لازمتي إيه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في الكذا والنيل، أجيب لكم جزتين بحليب تشربوه وأنتم قاعدين. يوم يا خال بقى. بس أنت ليه بقى يا إيه ما قلتش للحكومة اللي كانت واقفة دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عاملته السودة دي؟ يا عم شكري احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومة ملهاش دعوة، النهاردة عندي بكرة عنده، والشارع بيحكم الكل يا عم شكري. ايوه الو، ايوه حاضر حاضر جاي على طول، مع السلامة مع السلامة. في سلامة عليك يا ابراهيم يا ولدي، الحمد لله اني اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشواري مهم، هخلص ورايا. ماشي، سلام يا خال. مالكش حاجه وحشه؟ مشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليك يا ابله، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نمتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليكي لينا يا ابله هاجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. اه والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايقه سوكا وبتقض. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسمي سيد، بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي، انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي، ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم، لو احتجت اي حاجه انده عليا بس. شاكرين يا ربنا يخليك. وانا حكيت ولا ايه؟ هو انت هتفضل مدب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمره، كثافه البيت. ابله هاجر ايه ما حاسس بالصدف ديت؟ انا كنت جاي اعتذرلك يعني لو كنت ضايقت حضرتك ولا حاجه. لا ابدا ما ضايقتنيش، وبعدين انا ما اعرفكش عشان تضايقني او ما تضايقنيش، والنبي يا حاج انتصار ما تبليش الارض قوي عشان ما حدش يتزحلق. طب طالما حضرتك بقى مش متضايقه ممكن تقبلي مني ديت، وبشكرك يعني على وقفتك معانا، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت بلد بنت بلد بجد يعني. انا مش محتاجه شكر ولا حاجه، ده شغلي. وحضرتك بتضحكي عليا. ابدا ما فيش حاجه عن اذنك. لا بقول لك حاجه والله العظيم، ما انت ماشيه مننا لما تقولي بتضحكي عليا. يعني انت مش هين عليك تجيب لي علبة عصير من الكانتين، جايب لي واحده من اللي احنا بنوزعهم على عيانين؟ لا اصل انا اقول لك حاجه، اصل ابراهيم قال لي خد اشربها، فانا استخسرتها فيا وقلت والله ما حد يشربها الا ابله هاجر، والنبي ما تكسفيني. خدي. ماشي. استني استني. الشمينيلو عشان يعني متشكر. ربنا يخليك يا ابله هاجر.